كل اللعيبه اللي هي الحريفه اللي هم الاسطوات المعلمين اللي في نص الملعب كلهم مزغنجيه من اول كابتن رضا عبد العال لغايه كل الناس اللي لعبت في الحته دي. فاعتقد الراجل الفتره اللي فاتت كان مشتت عنده فلوس متاخرات. رضا عبد العال كان بيعرف يلعب؟ المعلم الاسطى. لا والله اللي ما اتفرجش على رضا عبد العال كابتن رضا يا كابتن ايه؟ لا والله إيه؟ لا. كان لعيب كويس يعني. لعيب كويس؟ ايه لعيب كويس دي؟ لا طبعا لعيب كويس دي ما اقدرش يعني هو فوق كويس بكتير. مين اللي زيه دلوقتي؟ فين بالظبط؟ في يعني مين اللي زيه في مستوى؟ لا ما حد زيه. حد زيه؟ لا ما لعبش منتخب مصر. عادي يعني مع احترامي لكابتن ابو تريكا اللي هو التاريخ الفترة الأخيرة اللي لعب فيها منتخب مصر يعني ابو تريكا يقول لك مكسر النادي الأهلي وشايل النادي الأهلي ما كانش له وجود في منتخب مصر. مؤخرا مع كابتن حسن بدأ ابو تريكا يقول أنا أهو في لعيبة دولية ولعيبة محلية ماشي كابتن رضا معالي مش لعيب دولي. أنت رأيك إيه في كابتن رضا معالي كمدير فني؟ يعني من ناحية إيه بالظبط؟ أنا مركز مع كابتن رضا في اللي بيحصل معاه في نادي طنطا اللي هو بيقوله ده حاجه غريبه يعني لعيبه ما فيش فلوس ما فيش مستحقات ما فيش اي حاجه يعني الراجل زي ما بيقولوا كده بيحرط في الميه وقال لك انا مستمر ومش همشي والفرقه وعامل فرقه من لا شيء بعد ما الفرقه نزلت ايوه قالوا 14 لا لا بطل سألت سؤال بطل رايك في الكابتن رضا بطل عبد العال كمدير فني بطل بطل اه